مرحبا طلاب، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير. وياكم الصيدلانية نجوان عبد الجبار. محاضرتنا اليوم عن environmental pollution اللي هو تلوث البيئة أو المحيط. رح نعرف شنو هو وشنو أسبابه وشون نتجنبه وشنو أيضا أنواع اللي ممكن تصير به. بالبداية نعرف شنو هو environmental pollution، شنو نعرفه. The presence of impurities or pollutant substances، يعني وجود شوائب أو مواد ملوثة، مثل ممكن تكون غازات، ممكن تكون particulate matter يعني جسيمات، وممكن تكون radioactive substances يعني مواد مشعة. وجودها بالبيئة أو المحيط هذا يسبب لنا harmful effect، يعني آثار ضارة على الإنسان وحتى ممكن على البلانت والأنمال، على الحيوانات والنباتات. طبعا هذا environmental pollution بأنواع، ممكن يصير بالهواء، ممكن بالووتر، ممكن بالسويل اللي هي بالتربة، ممكن يصير بالمارين بوليوشن، المارين يعني بالمحيطات بالأوشينز، وممكن يصير نويز بوليوشن اللي هو هذا هنا راح يكون تلوث سمعي، يعني تلوث بالأصوات أو بالإزعاج. أول نوع اللي راح ندرسه هو the pollution of air، تلوث of air، تلوث الهواء. طبعا احنا مثل ما نعرف انه الهواء يتكون من مجموعة من الغازات، وكل غاز موجود بنسبة مختلفة، يعني اكو نيتروجين، اوكسجين، أرغون، كربون دايوكسيد، نيون، هيليوم، بس كل واحد نشوف انه نسبته تختلف. اكبر واحد هو النيتروجين 78%. فنجي نعرف شنو هو تلوث الهواء. طبعا الهواء مثل ما نعرف هو يزودنا بالاكسجين واللي هو ضروري لجسم الانسان حتى يعيش. اكو عدة انواع من هذا التلوث، ممكن يكون سموغ، ممكن يكون اسيد رين، ممكن جرين هاوس افكت، وممكن هول بالاوزون لاير. راح نجي بعدين نعرفها بالتفصيل واحد واحد. شلون يصير البوليوشن؟ هاي المواد من يصير لها ريليز اوف بارتيكلز انتو ذا اير، يعني من يصير هاي المواد تفرز او تتحرر بالهواء، هنا راح يصير عندنا تلوث، يعني هاي المواد تطلع بالهواء يتلوث. طبعا ايضا another type ممكن يصير هو release of gases، هاي الغازات المضرة ايضا اذا صار لها release بالهواء تسبب لنا تلوث. هذا التلوث ممكن يكون داخل بيوتنا، ممكن بالمدارس، ممكن بالمكاتب. إذن الـ air pollution هو presence of one or more contaminants or pollutant substances in the atmosphere، يعني وجود واحد أو أكثر من هاي الملوثات أو المواد الملوثة بالأتموسفير بالمحيط الجوي. that causes the harmful effect on the human health, plant and animal، مثل ما قلنا راح تسبب لنا harmful effect على الـ human health، صحة الإنسان والحيوانات والنباتات. شنو هي مصادر الـ air pollution؟ ورا ما عرفنا هو شنو مصادره؟ أكو مصادر طبيعية، يعني هاي المصادر الطبيعية تصير بدون تدخل الإنسان بيها، وأكو مصادر man-made sources، أكو مصادر إحنا نسويها أو إحنا نخلقها، إحنا نسببها. نجي على النوع الأول natural sources، المصادر الطبيعية عندنا بيها ثلاثة. أول واحدة forest fire. forest fire يعني شنو؟ يعني حريق الغابات. النوبات هاي نسميها كوارث طبيعية. كوارث الطبيعية هي تصير بسبب عدة ظروف بالبيئة، تصير من وحدها بدون ما يتدخل الإنسان بها. فلاحظ أنه أكو طبعا بعدة بلدان من العالم أكو يصير حريق بالغابات بصورة طبيعية، هذا هو الفورست فاير. بايو بوليتنت شنو هي؟ الملوثات بايو يعني حيوية، هاي هنا أنا نقصد بيها البكتيريا، الفيروسات، الحشرات، البولينز اللي هي حبوب اللقاح أو الأبواغ مال النباتات، هاي ملوثات لكن حيوية حية. النوع الثالث هو الفولكانيك إيرابشن اللي هو الانفجار البركاني، قلنا هذا أيضا نوع من أنواع الكوارث الطبيعية اللي تحدث بصورة طبيعية. هاي الناتشورال سورسز. المان ميد سورسز شنو نقصد بيها؟ اللي يدخل الانسان وهو يسويها، مثلا بيرنينج اوف فوسيل فيولز. شنو نقصد بالفوسيل فيولز؟ الفوسيل فيولز هاي وقود طبيعية، هذا وقود لكن يتكون بعمليات طبيعية. مثلا شنو هاي العمليات؟ احنا عندنا الأورغانيزمز، هاي الكائنات الحية المجهرية أو الصغيرة أو النباتات، بعد ما تخلص دورة حياتها وتموت ممكن يصير لها تحلل، يصير لها ديكومبوزيشن تحت الأرض، ممكن يصير هاي العملية اللي ينتج من تحلل هذه الكائنات الحية الميتة
ينتج من عنده نوع من أنواع الوقود اللي هو الطبيعي. فالفوسيل فيول هو فيول وقود يتكون بالناتشرال بروسيس مثل الانايروبيك ديكومبوزيشن اوف ديد اورجانيزم، يتكون من تحلل الكائنات الحية بعد انتهاء دورة حياتها وموتها. هذا الوقود الطبيعي احنا مثل عندنا الاويل واكو عندنا النفط الفحم، كلها هاي ممكن نعتبرها الفوسيل فيولز. احتراق هذا الوقود بصوره طبيعيه، هذا طبعا مو راح هو متكون بصوره طبيعيه لكن حرقه بسببنا احنا، يعني بفعل تصرف الانسان، هذا مصدر. مصدر الثاني اوتوموبايلز اللي هو يقصد بيها السيارات. هنا السيارات كنا نعرف انه السيارات من تستهلك الوقود تحرق هذا الوقود وتنتج على شكل غازات، تطينا غازات مثل الكربون مونوكسيد، النيتروجين أوكسيد، فهي يقصدها بالأوتوموبايل. الثالثة هي الستيل بلانت. الستيل بلانت هي مصانع الصلب، مصانع الصلب والحديد، هاي أكو بيها بروسيسز تصير بهاي المصانع نسميها الكوكينج بروسيس، اللي هي دا تشكل بيها هذه الصلب والحديد. هذه أيضا ممكن تنطينا مخلفات أو نفايات، هاي النفايات الويست تحتوي نمبر من الكارسينوجينيك أورغانيك كومباوند، تحتوي مواد مسرطنة، مواد ملوثة مثل السيانيد والأمونيا وغيرها. الرابع هو الثيرمال باور بلانت. وشنو اللي نقصده بالثيرمال باور بلانت؟ الباور ستيشن معناها هي فد محطات يستخدمون بيها الحرارة حتى يحولوها إلى كهرباء، هاي العملية أيضا تنتج لنا غازات سامة أو ملوثة. بعدها تكستايل اندستريز واللي نقصد بيها صناعة النسيج. بصناعة النسيج يستخدمون عدة أجهزة مثل البويلرز اللي هي الغلايات، مثل جنريترات مولدات كبيرة مثل الثيرموباك، هذني أيضا تنطينا مواد ملوثة أو غازات ملوثة. بعدها الفيرتيلايزرز اندستري اللي هي صناعة الأسمدة. صناعة الأسمدة أيضا تطينا كيميكال كومباوندز، هاي الكيميكال كومباوندز ممكن وين تروح؟ ممكن تروح بالأتموسفير بالمحيط الجوي، هم مثل النيتروجين أوكسيد، مثل الأمونيا، مثل اليوريا. الأخيرة كيميكال أند بستيسايد بلانتس يعني مصانع الكيميائيات ومبيدات الحشرية، كلها هاي تأثرنا هاي الصناعات بأنه تنطيني ويست برودكت، تنطيني مخلفات أو غازات ضارة. هسه عرفنا مصادر تلوث الهواء. الأوتدور اير بوليوشن، احنا قلنا بالبداية الأمثلة السموغ والأسيد رين الجرين هاوس افكت، هسه راح يجي عليهم واحدة واحدة ونعرف شنو يقصد بيها. السموغ هنا يقصد بها هو أيضا السموغ أو السموك السموكينج، هذا يعتبر نوع من أنواع large scale outdoor pollution، يعني يعتبر تلوث على نطاق واسع أو نطاق كبير. هذا شنو سببه؟ ده يصير chemical reaction بين البوليتنت derived from different sources، يعني شنو؟ يعني عندي ملوثات جاية من مصدر معين وملوثات ثانية جاية من مصدر ثاني يختلف عن المصدر الأول، من يصير chemical reaction بين الاثنين ينتج عندي هذا السموغ. طبعا من هي اكثر شيء معرضه لهذا دخان السيارات، دخان المصانع وغيرها اللي ينتج من تفاعل الملوثات؟ السيتيز يعني المدن الكبيره. ليش؟ لانه بيها حرق للوقود هوايه، بيها حركه، بيها كثافه سكانيه. النوع الثاني هو الأسيد رينز. شنو نقصد بالأسيد رينز؟ It caused when a pollutant combined with the droplets of water، يعني أنا عندي مواد ملوثة موجودة انطلقت بالهواء، هناك تصادف قطرات من الماء تتفاعل وياها تتحول إلى أسيد رين. ليش سميناها أسيد رين؟ رين يعني معناها أمطار تكونت بين هاي المواد وبين الماء، فعل وجود الماء، وأسيد لأنه هاي البوليتنت بالعادة تكون مواد حامضية. The effect of acid rain on the environment can be very serious، طبعا نعرف تأثيرها راح يكون خطر جدا. الجرين هاوس افكت، شنو نقصد بالجرين هاوس افكت؟ احنا نعرف بانه الشمس هي مصدر كبير للطاقه وللحراره وللضوء، ونعرف ايضا انه الغلاف الجوي الاتموسفير يتكون من عده طبقات، هنا من او اكو بهاي الطبقات مال الاتموسفير عدد من الغازات. هنا من الشمس تنطينا هاي السن رايز، اشعه الشمس من تسلطها على الاتموسفير الغلاف الجوي مالت الارض، جزء من عنده يرجع ينعكس ويرجع للشمس وجزء ثاني لا، جزء ثاني راح يمتص.
للغلاف الجوي وللأرض هو اللي يمدنا بالحرارة وبالضوء. إحنا طبعاً بما أنه على سطح الأرض يصير استهلاك للوقود وحرائق وغيرها، فده تنتج عندي غازات مثل الكربون دايوكسيد، غاز ثنائي أكسيد الكربون. هذني الغازات من تنتج يومياً بكميات كبيرة وبصورة مستمرة، راح تتجمع هاي الغازات بالغلاف الجوي بالأتموسفير. طبعاً هذا قلنا من احتراق الوقود. هنا من هاي تجمعة الغازات بالأتموسفير، بنفس الوقت الشمس دا تطينا سن رايز أو طاقة من عدها، هاي الغازات راح تشلب بقسم من هاي أشعة الشمس أو الطاقة اللي جايتنا من الشمس. فمن تشلب بيها طبعا هنا راح تزداد درجة الحرارة على سطح الأرض، temperature on the earth rises. إذا الجرين هاوس إفكت هو أنه عندي عدد من الغازات الضارة مثل الكربون دايوكسيد واللي هي ناتجة من الحرائق ومن النشاطات اليومية اللي تصير على سطح الأرض، هاي راح تكون متجمعة بالأتموسفير بالغلاف الجوي. من الشمس تنطي قسم من السن رايز الأشعة مالتها على سطح الأرض، قسم من عدها يرجع ينعكس للشمس، وقسم راح تشلب بيه هاي الغازات اللي موجودة بالأتموسفير وتظل يتجمع هنا بحيث ترتفع درجة الحرارة على سطح الأرض. هذا الجرين هاوس إفكت راح يكون نوع أو سبب من مسببات تلوث الهواء. النوع الرابع هول إن ذا أوزون لاير، اللي دا يصير هنا دا يصير عندي ثقب بالأوزون لاير، بطبقة الأوزون. هذا أيضا another result of pollution، هنا هذا نتيجة أيضا للتلوث. ليش؟ إحنا الأتموسفير يتكون من عدة طبقات، chemicals released by our activities، المواد الكيميائية والمخلفات اللي دا تنتج من فعالياتنا إحنا البشر تأثر على طبقات المحيط الجوي، طبقات الأتموسفير. واحدة من هاي الطبقات ستراتوسفير، طبعا هاي الطبقة تكون بالوسط، الطبقة الثانية، الطبقة الفوقها تروبوسفير والطبقة جواها ميزوسفير. هاي الطبقة تتأثر بالمواد الكيميائية وعده راح يصير بنفس الوقت ريليز CFC. ايش نقصد بالCFC؟ كلورو فلورو كربون. كلورو فلورو كربون هاي نوع من أنواع المواد الكيميائية، طبعا تستخدم بالبخاخات، تستخدم بالرفرجريترز، يعني هاي موجودة بالبخاخات اللي نستخدمها احنا بحياتنا اليومية، بأجهزة التبريد، كل هذا تنطيني هاي الغازات الكلورو فلورو كربون. هاي دا تجي من الهيتينج، من الايرزول. قلنا هنا ايش حتسوي هاي الغازات من تتجمع وتنطلق؟ راح تسوي لي ثقب، some of the ozone remove some of the ozone causing holes، حيصير عندي بالنتيجة ثقب، فهذا الثقب ناتج من هاي المواد الملوثة. نجي على الهيلث إفكت. هسا عرفنا أنواع التلوث. الهيلث إفكت بعض البشر راح يكونون حساسين أكثر من غيرهم لهاي المواد الملوثة، يعني أكو شخص يتحسس من مواد كيميائية أكثر من غيره، وأكو شخص يتأثر بالغازات أكثر من غيره. فهاي الأير بوليوشن، تلوث الهواء، يأثر على صحتنا بعدة طرق، من عدها تكون شورت تيرم وأكو من عدها تكون لونج تيرم. شورت تيرم مش نقصد به يعني تأثير وقتي لمدة قصيرة وممكن يزول، مثلا شخص اختنق من فد غاز موجود بالجو، ممكن يسووا له فد اسعافات اوليه او كم شغله وراها راح يرتاح ويرجع لحالته الطبيعيه. بس اكو نوع ثاني من الافكت يكون لونج تيرم، واللي اقصد بيه لونج تيرم انه يدوم لفترات طويله وممكن تنتج عنه مضاعفات واثار بمرور الوقت. زين، بعد ما عرفت الاير بوليوشن، التلوث واسبابه وانواعه، شلون امنعه؟ البريفنشن. طبعا هنا يقول الـ air pollution prevention effort of companies have generally focused on waste production reduction العفو reuse and recycling. هنا راح تكون عندنا قاعدة اسمها the 5 RS، كاتب هنا homework انه تشرحها in details. شنو نقصد بهاي القاعدة 5 RS؟ هاي هنا تعتمد على 5 شغلات، اللي هي 5 R، لأن كلها تبدي بحرف الR. أول واحدة reduce، الثانية reuse، الثالثة recycle، الرابعة recover، والخامسة residual management. راح نشوف شنو نقصد بكل واحدة من عندهم. أول واحدة اللي هي reduce. شنو نقصد بالreduce؟ reduce يعني reducing waste، أنا أجي أقلل المخلفات، أقلل المخلفات. من أقلل المخلفات بالتالي راح أتجنب الاستخدام غير الضروري للمصادر والمواد مثل الماء والطاقة وغيرها. ف
فأول طريقة أقلل المخلفات. طبعا هذا القاعدة ما نقدر نتبعها بس بتلوث الهواء، وإنما بكل أنواع التلوث بحياتنا العادية بحياتنا الشخصية. يعني أقدر بكل أنواع التلوث وليس فقط الهواء، وإذا تبحثون عنها راح تشوفون منطي كلش هواية أمثلة عن مثلا طرق تقليل المخلفات. من الأمثلة اللي قرأت عنها مثلا بالreducing waste، إنه شخص يروح مثلا للأسواق، مثال من حياتنا العامة، يروح للأسواق، هنا يقدر ياخذ هو ويا حقيبة للتسوق، أحسن ما راح يضطر إنه لكل منتج يشتري من الماركت يستخدم إلى كيس أو علاقة منفصلة. أو مثلا إذا هو دا يشتري شغلة واحدة أو شغلتين وكميتها قليلة، يقدر يستخدم إنه كلها يخزنها بكيس واحد فقط، أو أصلا يرفض إنه يحطها بكيس أو علاقة. هاي كمثال بسيط من حياتنا اليومية بأنه أنا أقلل من هاي المخلفات، لأن أنا من راح أرجع أفرغ كل الشغلات اللي اشتريتها، كل هذه راح أصير عندي الأكياس اللي استخدمتها مخلفات، وهاي المخلفات كلها مصدر من مصادر التلوث. فإذا أول واحد ريديوس، يعني شنو؟ يعني التقليل من المخلفات، ريديوسينج ويست. الثانية من القاعدة الفايف آر هي ريوز ويست ماتيريال، يعني أني إعادة استخدام هاي المخلفات. فمثلا أقدر أنه إذا استخدمت هاي الشغلات الديسبوزيبل، بدل ما أني أستخدم كل مرة أشرب بيها قهوة نسكافيه أو أي شيء، بدل ما أني كل مرة أستخدم كوب ديسبوزيبل وأرميه وأرجع أستخدم مرة ثانية، أقدر أني أخصص لنفسي كوب كل مرة أستخدمه أحسن ما أستخدم ديسبوزيبل. هاي كلها طبعا ما أشرح أنه عن الأير بولوشن فقط، وإنما أشرح بصورة عامة عن التقليل من المخلفات أو إعادة استخدامها. فالريوز يعني ريوز ويست ماتيريال، أرجع أستخدمها بدال المرة الوحدة، أستخدمها أكثر من مرة أو ألقي إلها بديل، بحيث ما أضطر أستخدم بكل مرة شيء جديد. الثالثة من هاي القاعدة، أول واحدة ريديوس، الثانية ريوز، الثالثة ريسايكل. أقصد الريسايكل أسوي ريبروسيسنج للويست ماتيريال تو بروديوس أنذر برودكت. يعني شنو؟ يعني أني أخذ هاي المخلفات أسوي عليها يعني أصنعها أو أسوي عليها عمليات بحيث أحولها إلى منتج ثاني مختلف تماما عن المنتج الأول. يعني المنتجات اللي تكون كلها مصنوعة من الورق أو مصنوعة من البلاستيك، مصنوعة من كارتون، أقدر هاي أسوي عليها عمليات بحيث إذا هي كانت مثلا مجموعة من الأكواب أو مجموعة من الكارتونات، أستخدم هاي المادة اللي بيها اللي هي الكارتون أو الورق، بس أصنع منها شيء مختلف تماما عن الشيء الأول. هذا ريسايكلينج، أسوي ريبروسيسنج على الويست ماتيريال بحيث تتحول إلى منتج مختلف نهائيا عن المنتج الأول. النوع الرابع هسه ريديوس، ريوز، ريسايكل، وراها ريكفر. ريكفر هنا يعني شنو؟ يعني ريكفري اوف ويست وذاوت اني بري بروسيسنج. يعني هنا ايضا راح اسوي ريكفرنج للويست بس ما استخدم ريبروسيسنج. مثلا الويست اويل ذات كانوت بي ريفايند فور ريوز ان فيهيكل كان بي بيرند فور انرجي ريكفري. يعني شلون؟ يعني اني اذا عندي الويست اويل اللي الناتج الغازات او الزيوت اللي ناتجه من اي عمليه كانت، هاي طبعا ما راح اقدر استخدمها بالسيارات مثلا كوقود، وانما شو اسوي لها؟ انا ما اقدر استخدمها بنفس استخدامها الاول، لكن اقدر احرقها على مود تعطيني شكل من انواع شكل من أشكال الطاقة. فالريكفري معناها إنه الويست برودكت بدون ما أسوي عليه ريبروسيسنج مثل القبلها اللي هي الريسايكل، ما أسوي عليه ريبروسيسنج، وإنما فقط أنا أقدر الوقود بدال ما أشمره أو أتخلص من عنده، أقدر أحرقه وتتحول إلى شكل من أشكال الطاقة اللي هي الهيت، الحرارة، وأستفاد منها. بهالطريقة أقلل الاعتماد على الفحم والزيت، بدل ما أحرق فحم أقدر أحرق هذا الويست أويل. هاي صار خلصنا 4 الريديوس، الريوز، ريسايكل، ريكفر. الخامس هو ريزيجوال مانجمنت.
أني ما قدرت أسوي أي وحدة من الأربعة القبل. طبعاً أول وحدة أو أهمهن هي الريديوس، وراها الريوز، وراها إذا ما فاد ريوز ريسايكل، وإذا ما فاد ريسايكل ريكفر. زين، إذا ولا وحدة من ذول الأربعة قدرت أسويها، ألجأ للطريقة الأخيرة اللي هي الريزيجوال مانجمنت. واللي أقصده بالريزيجوال مانجمنت إنه هاي المخلفات أو القمامة اللي هي الربش اللي نتجت عندي، أقدر أتأكد بأنه ترسل إلى اللاندفل اللي هو مكب النفايات. الخطوة الأخيرة ما قدرت أسوي ولا واحدة من الأربعة الأولى، أسوي residual management، يعني أسيطر أو أدير هاي المخلفات اللي بقت عندي وأتأكد من وصولها إلى مكب النفايات. ومن توصل هناك أكيد هم راح يكون عندهم طرق بأنه يتعاملون وياها، أو على الأقل ضمنت أنه هي ما راح تلوث البيئة. فأني أتأكد من أنه الويست material ده توصل المكانها الصح. مثلا عندنا الليكويد ويست، الليكويد ويست اللي هي المخلفات الناتجة من المواد السائلة، أتأكد بأنه توصل للسور أو اللي نسميه سبتيك تانك اللي هي خزانات الصرف الصحي. فهاي هي قاعدة الفايف آر أس. فهنا so to solve this problem and to get over them we can change our lifestyle. إذن هذا اللي حكيناه بالضبط، قلنا مو فقط عن الاير بولوشن، وإنما أعطيتكم مثال حتى أمثلة بسيطة جدا من حياتنا اليومية، بالتسوق، بطريقة الأكل، بكل شيء إحنا نقدر نغير lifestyle حتى نقلل من هذا التلوث. If we do these simple things we could have a better world and we could live in a better way. زين، هسه نجي على البوليتنت واللي احنا ايضا حكينا عليها، قلنا الجرين هاوس افكت، البارتيكولات الجسيمات، او بعضها تكون راديو اكتيف سبستانس اللي هي انكريزد يو في راديشن، اسيد رين عرفنا ايش يقصد بيها، او الانكريزد جراوند ليفل اوزون كونسنتريشن، او النيتروجين اوكسايد اللي هو من الغازات السامة. هسه راح اجي احكي على تصنيف ملوثات الهواء، والتصنيف يكون على ثلاث أسس. الأساس الأول على أساس أصلها، إنه منين جاية الأوريجين مالتها، منين الأصل مالتها. والتصنيف الثاني على أساس تركيبها الكيميائي chemical composition، والتصنيف الثالث على أساس state of matter، يعني على أساس حالتها، هي حالة المادة مالتها صلب أو liquid أو غاز. أول وحدة نجي التصنيف على أساس الأوريجين أو الأصل أو المنبت مالتها. أكو برايمري بوليتنت وأكو سكندري بوليتنت. شو نقصد بيها؟ البرايمري are those which are directly emitted from identifiable source، يعني الملوثات اللي تجي من مصدر محدد ومعروف. يعني هاي أنه أنا أعرف هاي المادة الملوثة مصدرها الرئيسي من هو، أو شنو المصدر الأساسي أو الرئيسي مالتها. هاي أسميها primary pollutant، يعني أساسية. منطي أمثلة عليها particulate oxide of sulfur، oxide of nitrogen، carbon monoxide، radioactive compounds، مصدرها معروف. secondary pollutant إيش نقصد بيها؟ هذني تنتج بالهواء by reaction of two or more primary pollutants، يعني ذيك البرايمري هي أصلا جاية من مصدر معروف وتروح للهواء، بينما السكندري تنتج بالهواء من تفاعل مادتين أو أكثر من البرايمري بوليتنت. إذا البرايمري بوليتنت هي تجي من مصدر معروف وتطلق بالهواء وتسبب لنا التلوث، السكندري تنتج بالهواء من تفاعل واحد أو أكثر من البرايمري بوليتنت، مثل الأوزون، فورمالديهايد، فوتوكيميكال سموغ، وبيروكسي أسيتيل نايتريت. هاي الأسماء كلها طبعا لمركبات كيميائية. فإذا عرفنا على أساس أصلها. الثانية على أساس الكيميكال كومبوزيشن، تركيبها الكيميائي، منها أورغانيك عضوي ومنها إن أورغانيك. أورغانيك كنا نعرف يعني شنو الأورغانيك العضوي، معناها اللي يحتوي كربون ويحتوي هيدروجين، مثل الهيدروكربونات، الألديهايد، الكيتون، الكحول، السلفر كومباوندز، هاي كلها تركيبها الكيميائي يحتوي على عنصرين كربون وهيدروجين. الانأورغانيك بوليتنت هذه تشمل الكربون مونوكسيد، الدايوكسيد، الكربونات، أوكسيد أوف سلفر، والنيتروجين والأوزون. هاي على أساس تركيبها الكيميائي. وإذا على أساس state of matter، قلنا على أساس حالتها، حالة المادة بيها، أكو natural contaminant وأكو particulate matter وأكو gases and vapor. Natural contaminant هذا the air contaminant which are produced from natural sources، اللي منشأها من مصدر طبيعي،
مثلا قلنا احنا بالبداية بداية المحاضرة اكو نوع من انواع البوليتنت بايو بوليتنت، واللي هي قلنا تجي من يعني حيوية او حية، مثل منو قلنا البولين جرينز، قصده هنا بالابواق او حبوب اللقاح، هاي تجي من الويتس الجراسز والتري، من الاشجار ومن الاعشاب. هذني irritating to some individuals، هاي تكون تسبب حساسية أو تهيج لبعض الأشخاص. هاي البولين جرينز حجمها يكون صغير، يتراوح بين 10 إلى 50 microliter، هاي natural contaminant، تجي من مصدر طبيعي حيوي. الثاني اللي هو particulate matter، هذا ممكن يكون liquid وممكن يكون solid. طبعا هي عبارة عن aggregates، aggregates أقصد بيها تجمعات تكون أكبر من 0.002 مايكرو بس أصغر من 500 مايكرو، يعني تتراوح بين 0.002 مايكرو إلى 500، مو أصغر من 0.002 ولا أكبر من 500. مثلا منطينا عليها أمثلة، من هو الأمثلة؟ الدست اللي هو الغبار، الغبار يتراوح بين 1 إلى 10,000. شنو يعني الدست؟ small solid particles اللي هي جزيئات صغيرة وصلبة، resulting from break up of large masses، ناتجة من تكسر كتل كبيرة، through processes خلال عمليات مثل الكراشنج الجريندنج والبلاستيك اللي هي نسف أو طحن أو تكسير، ساحق أو تكسير. فإذا هي أكو بالبداية كانت كتلة كبيرة تعرضت إلى عمليات مثل سحق أو طحن أو نسف وتحولت إلى جزيئات صغيرة وصلبة. النوع الثاني هو السموك، السموك هنا يعني غاز يتراوح من 0.5 إلى 1 مايكرو، هذا يتكون من finally divided solid particles، أيضا solid particles جزيئات صلبة لكن finally divided، يعني تنقسم بحيث تكون ناعمة جدا. هاي من الناتجة incomplete composition of organic particles، يعني من الاحتراق غير الكامل لمركبات عضوية مثل الفحم والخشب والتوباكو اللي هو التبغ، من يكون incomplete احتراق غير كامل لهاي المواد تنتج عندنا السموك. المست اللي هو عبارة عن شنو؟ liquid particles condensation of vapor، ناتج من تكثف البخار، احنا نعرف انه البخار من يتكثف يرجع يتحول الى سائل اللي هو المست. الفوق اللي هو الضباب 1 إلى 40 مايكرو، high concentration of mist، يعني هو هم mist لكن high concentration يكون مكثف، هذا عبارة عن dispersion of liquid particles in air، يعني dispersion يعني معلق لجزيئات السائل بالهواء. فيوم يتراوح من 0.03 إلى 0.3 مايكرو، فيوم عبارة عن fine solid particles جزيئات صلبة ناعمة أو دقيقة، أيضا ناتجة من condensation of vapor، بس مو إحنا التكثف، ممكن تكون مادة سائلة تحولت إلى بخار رجعت تكثفت إلى سائلة، هذه قلنا اللي هي المست. لكن إذا تكون مادة صلبة تحولت إلى بخار ورجعت بعدين تحولت إلى solid particles، هذا أسميه condensation of vapor of solid material، الناتج هنا يكون فيوم، يعني تكثف بخار ناتج عن مو تبخر مادة سائلة وإنما تبخر مادة صلبة. شون يعني تبخر مادة صلبة؟ مثلا إذا أكو مادة صلبة دا أذوبها، حديد أو غير الحديد، نحاس حديد دا أذوبه، فبهاي عملية اللي أذوبه دا سلط عليه حرارة أيضا تنتج عندنا بخار، هذا البخار إذا كثفته يتكون عندنا هذا الفيوم. الاش اللي هو الرماد من 1 إلى 1000 مايكرو، هذا عبارة عن fine non-combustible particles are known as fly ash، هذا الرماد يعني هو رماد بس ما ناتج من حرق، هذا ما ناتج من حرق ويكون طيار بالهواء. آخر نوع السبراي liquid particles formed by automation، وإحنا حكينا على السبراي البخاخات والأيرزول، لأن تطينا مجموعة من المركبات أو الكيميكالز اللي أيضا تكون ملوثة أو ضارة. إن شاء الله تكونوا استفاديتوا من المحاضرة.